انت ايه اللي جايبك معانا؟ ايه ده، انت شكلك وحش قوي، انت مالك مسلوعه كده ليه؟ ده اسمه تنمر. انا شخصيا حصل معايا كده. كانوا بيتريقوا عليا كتير قوي وانا صغيره على الطول، في إساءة، في تريقة، بلطجي الشلة وعايز يبين قوته بإن هو يهين اللي حواليه. أنا مش عايزاه يخاف. حابب أقوله أنت مش لوحدك ولازم يقول. أنا شايفة إنك لازم تتكلم ولازم يواجه حقك. يعني حقك. أنا تعرضت للتنمر، أنا ضد التنمر، كلنا لازم نكون ضد التنمر.